السلام عليكم تلامذتي الأعزاء للمستوى الأولى بكالوريا علوم رياضية وعلوم تجريبية، مرحبا بكم في هذا التقديم الذي سوف أتطرق فيه إن شاء الله لأول درس في الكيمياء العضوية، ألا وهو توسع الكيمياء العضوية l'expansion de la chimie organique. كما كتعرفوا هو أول درس أو تقديم عام بالنسبة للكيمياء العضوية. إذن على بركة الله سنبدأ. ماذا نقصد بالكيمياء العضوية ومجالاتها؟ Donc, c'est quoi la chimie organique et les domaines d'utilisation? إذن الكيمياء العضوية هي الكيمياء التي تهتم بمركبات الكربون الطبيعية والاصطناعية، وتسمى أيضا كيمياء مركبات الكربون. إذن أي مركب كيميائي يحتوي على الكربون فهو مركب عضوي، ممكن أن يكون مركب طبيعي كما يمكن أن يكون مركب اصطناعي. Donc la chimie organique est la chimie qui étudie les composés organiques qui contiennent essentiellement le carbone. On peut aussi trouver l'hydrogène. Donc le carbone bil ss ou ممكن نوجد ايضا ذرات الهيدروجين. اذا ما هي مصادر المركبات العضويه؟ قلت هناك مصدرين، مصدر طبيعي ومصدر اصطناعي. سنبدا بالمصادر الطبيعيه للمركبات العضويه. فمثلا ممكن ان ننتج مركب عضوي انطلاقا من التركيب الضوئي لا فوتوسانتيز الذي تنتجه خاصه النباتات اليخضريه، إذ تستعمل النباتات غاز ثنائي أكسيد الكربون CO2 الهوائي لتركيب جزيئات مواد عضوية مغذية مثل السكريات كالجليكوز مثلا، ويسمى هذا التحول بالتركيب الضوئي لكونه يحدث بفعل تأثير الطاقة الشمسية، أي هذه العملية تحدث في النهار بتواجد الشمس على مادة اليخضر حسب المعادلة الكيميائية التالية. إذن قلنا بأن النباتات تحتاج إلى ثنائي أكسيد الكربون وكذا الماء بتواجد ضوء الشمس، تقوم بإنتاج جزيئة الجليكوز C6H12O2 وتطرح ثنائي الأكسجين الذي يستفيد منه الإنسان. إذن هنا الجليكوز فهو مركب عضوي طبيعي حصلنا عليه انطلاقا من عملية التركيب الضوئي. بعد ذلك نقوم بموازنة المعادلة on doit équilibrer cette réaction. On ajoute des coefficients stoichiométriques 6 pour CO2 et 6 pour H2O. Sur les produits on doit ajouter 6 pour la molécule O2 pour atteindre une équation chimique bien équilibrée. المصدر الثاني هو التركيب البيوكيميائي la synthèse biochimique. هذا التركيز البيوكيميائي يحدث داخل خلايا الإنسان، إذ تعمل الكائنات الحية على تحويل المواد العضوية البسيطة التي تحصل عليها إما عن طريق التغذية أو التركيب الضوئي إلى مركبات عضوية أكثر تعقيدا، مثل تحويل مواد غذائية إلى بروتينات، فيتامينات، سكريات، دهنيات إلى غير ذلك. Voilà. Donc الإنسان يحتاج إلى تغذية بمختلف أنواعها، والخلايا تقوم بتركيب بيوكيميائي أي تقوم بتحويل هذه المواد، جزءها يتحول إلى بقايا والجزء الآخر يتحول إلى مركبات عضوية أكثر تعقيدا كالبروتينات، الفيتامينات، السكريات إلى غير ذلك. المصدر الثالث هو الهيدروكربورات المستحاتية les hydrocarbures, c'est-à-dire des composés organiques qui contiennent essentiellement deux atomes, le carbone et l'hydrogène. Par exemple, le gaz tabéi, le gaz naturel. Il y a des hydrocarbonés qui sont très élevés. Par exemple, le méthane, CH4. Donc, il contient le carbone et l'hydrogène. Le carbone, c'est l'atome essentiel, ainsi que l'hydrogène. Parce que c'est un hydrocarbure organique. Le pétrole,
هو مزيج من مركبات هيدروكربونية مختلفة يجب فصلها كي تستعمل، ويتم ذلك إما بعملية التقطير في أبراج وأعمدة ضخمة. إذن كما قلنا بأن الكربون هو العنصر الأساسي للكيمياء العضوية، سي لا طون برينسيبال دو لا شيمي اورغانيك. إذن سوف نتعرف على بعض خصائص ذرة الكربون. فكل مركب عضوي يحتوي على الكربون فهو يسمى بمركب عضوي، ممكن أن يكون مصدره طبيعي كما يمكن أن يكون مصنع اصطناعي سواء ناتيغيل أو بيان سينتيتيك. كما قلت يشكل عنصر الكربون والهيدروجين المكونان الأساسيان للمركبات العضوية. كما نجد كذلك عناصر أخرى كعنصر الأكسجين في مركبات مثل السكريات والكحولات، فمثلا في الجليكوز لا فورمول بريد ديال الجليكوز هي C6H2O6، إذا كان وجد الكربون الهيدروجين والأكسجين. كذلك في الكحولات مثلا الميثانول CH3OH، الإيثانول CH3CH2OH، بروبانول CH3CH2CH2OH. إذن كما كتعرفوا معايا بالنسبة للكحولات نجد ماذا؟ الكربون الهيدروجين والأكسجين. نفس الشيء بالنسبة للأحماض الكربوكسيلية لزاسيد كربوكسيليك، فمثلا حمض الميثانويك CH3C2OH. إذن نجد ثلاث أنواع من الذرات، الكربون الأكسجين والهيدروجين. كما نجد في المركبات العضوية عنصر الأزوت في البروتينات، وبنسب أقل ممكن أن نجد الكبريت S لسفر والفوسفور P والهالوجينات لزالوجين اللي هما لوكلور لفلور ليود إلوبور، هما الهالوجينات. إذن كم هي عدد الروابط الممكنة لذرة الكربون؟ لأن الكربون كما قلنا هو مركب أساسي في الكيمياء العضوية. إذن كما كتعرفوا بأن رمز ذرة الكربون هو C وعددها الذري هو Z يساوي 6، لو نيميرو أتوميك إيغال 6. On doit commencer par la configuration électronique de ces électrons sur les couches, les différentes couches. Donc c'est K2 et L4. C'est-à-dire بأن عدد الإلكترونات الطبقة الخارجية هو 4. وهناك علاقة تمكننا من حساب عدد الروابط ألا وهي NL le nombre de liaisons covalentes égale 8-6 plutôt 8-P. P c'est le nombre des électrons de la couche externe. أي عدد إلكترونات الطبقة الخارجية. في هذه الحالة عدد إلكترونات الطبقة الخارجية هو 4، إذن NL يساوي 8 ناقص 4 يساوي 4. إذن الكربون هو رباعي التكافؤ تيترافالون، إذ ينتج 4 روابط تساهمية. طبقا للعلاقة الثمانية لا ريغل دولوكتي، فالكربون يسعى لإشراك 4 إلكترونات أي 4 روابط تساهمية من أجل الاستقرار. نقول إن ذرة الكربون رباعية التكافؤ سيتين أتوم تيترافالون. نقوم جميعا بإنجاز التمرين التطبيقي التالي: العنصر الكيميائي، العدد الذري الزيد، البنية الإلكترونية، عدد الروابط التساهمية. نبدأ بالهيدروجين. الهيدروجين يحتوي على إلكترون واحد، إذن البنية الإلكترونية هي K1. بالنسبة لعدد الروابط التساهمية تساوي 1. كيف ذلك؟ القاعدة تقول بأن عدد روابط التساهمية للهيدروجين كحالة خاصة هي NL تساوي 2 ناقص P. P هو عدد إلكترونات الطبقة الخارجية، إذن 2 ناقص 1 يساوي 1. بالنسبة للذرات الأخرى من غير الهيدروجين القاعدة تقول بأن عدد الروابط التساهمية NL تساوي 8 ناقص P، ما عدا الهيدروجين اللي كنديرو 2 ناقص P. مفهوم؟ فالبنية الإلكترونية للأكسجين la configuration électronique هي K2L6. إذا طبقنا القاعدة غادي نلقاو بأن عدد الروابط التساهمية هي 8 ناقص 6، حيت 6 هي لاكوش بيريفيريك. دونك 8 ناقص 6
تساوي 2. إذا قلنا بأن الهيدروجين أحادي التكافؤ، الأكسجين هو ثنائي التكافؤ، أي ينجز رابطتين تساهميتين. بالنسبة للأزوت، البنية الإلكترونية هي K2L5، لأن الأزوت يحتوي على 7 إلكترونات. إن أردنا أن نحسب عدد روابط تساهمية، هي NL تساوي 8 ناقص 5 تساوي 3 روابط تساهمية. Donc l'azote est trivalent. ينجز 3 روابط تساهمية. Le phosphore, c'est K2L8M5, car il contient 15 électrons. Pour le nombre de liaisons covalentes, c'est 8-5. Toujours 8-pp, c'est le nombre des électrons de la couche externe. Dans ce cas, c'est 5. Donc 8-5 égale 3. Donc le phosphore est trivalent. L'azote. Le soufre, c'est K2L8M6. Le nombre de liaisons covalentes, c'est 8-p, puis dans ce cas, c'est 6. Donc 8-6 égale 2. Donc le soufre est bivalent. Yunjiz rabitatin tesahumiatin. Le chlore, le halogène, K2L8M7, la couche externe de cet électron, donc NL, le nombre de liaisons covalentes, égale 8-7 égale 1. Donc le chlore, bhalo l'hydrogène, c'est monovalent. Il utilise une seule liaison covalente. Et voilà. إذا طبيعة الروابط الممكنة لذرة الكربون، كما قلت بأن الكربون ينتج 4 روابط تساهمية. ممكن أن تكون كلها بسيطة في الحالة ديال الألكانات، ليزالكان غادي نتعرفوا عليها في الدرس المقبل إن شاء الله، كلها روابط تساهمية. ممكن أن تكون رابطة تساهمية ثنائية ورابطتين تساهميتين بسيطتين، مثلا في المركبات الهيدروكربونية الغير المشبعة دي كومبوزي ساتيري بحال لي زالسين اللي غادي نتعرفوا عليها في الدرس المقبل ايضا. وممكن ان ينتج رابطه تساهميه واحده ورابطه تساهميه ثلاثيه، لي زون سامبل اي ان لي زون تريبل لو كا ديال لي زالسين. فوالا. وممكن ان ينتج رابطتين تساهميتين. إذن في جميع الحالات نقول بأن الكربون هو رباعي التكافؤ، ينتج 4 روابط تساهمية. دونك سننتقل إلى أهمية الكيمياء العضوية، l'importance de la chimie organique. أين يتم تسخير المركبات العضوية في مختلف الميادين؟ إذن إضافة إلى المركبات العضوية التي نستمدها من النباتات والحيوانات مباشرة، اللي هي مركبات طبيعية، تعرف الكيمياء العضوية الصناعية انتشارا واسعا في مختلف المجالات، منها مشتقات البترول، لي ديريفي دو بترول، لي بارفان، اي لي برودوي فارماسيوتيك اي بارافارماسي. اذا كلها ميادين يتم تسخير الكيمياء العضوية من اجلها. اي فوالا، ميرسي دو فوتر اتونسيون. اي سي فوز افي دي كيستيون نيزيتي با. Je suis toujours à votre disposition.